تحذيرات للمواطنين في هذه المحافظات، خاصة بعد ظهور هذه الظاهرة في سماء العاصمة صنعاء. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ظللوا أجواء العاصمة صنعاء هذه الأثناء، سحب ركامية ملبدة بالغيوم السوداء وسط سماع دوي الرعود في جنوب الأمانة ومحافظة صنعاء إذانا بنزول الأمطار التي أنعم الله بها على الشعب اليمني هذا العام، في ظل تحذيرات أطلقها مركز الأرصاد في نشرته الجوية لجميع المواطنين. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظة صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريما، إب، تعز والضالع. وأشار المركز في نشرة جوية يومية إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء ولحج، وعلى أرخبيل سقطرة، وعلى سهل تهامة والساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له. وحذر المرصد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك سائقي المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى رؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل ضباب أو السحب المنخفضة. كما نبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة ناصحا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.